أهلا بيكم في قناة الملخص. هنا هتشوف ملخصات الأفلام والمسلسلات بطريقة أتمنى إنها تعجبك، ولو عجبتك فمش هستنى منك أكتر من الكومنت الجميل بتاعك، ويا سلام بقى كمان لو تشترك وتعمل لايك. الفيلم اللي جايبهولك معايا النهاردة بيتكلم عن أسطورة من أساطير سور الصين العظيم، اللي بطلها واحد من أفضل 10 ممثلين في تاريخ هوليوود من وجهة نظري. يلا بينا نتعرف على أبطال الفيلم وبعدها نبدأ الملخص. الحكاية ابتدت على بعد يومين من مكان سور الصين العظيم في العصور القديمة، لما مجموعة من الفرسان سمعوا عن وجود مادة مفجرة اسمها بلاك باودر أو المسحوق الأسود، وبعد خناقات كتيرة مع قطاع الطرق قدروا إنهم يهربوا منهم، بس للأسف كان واحد منهم اتصاب. توفار كان بيشوف إيه الغنائم اللي معاهم، فلقى مغناطيس ما كانش يعرف فايدته إيه، فقرر يرميه، لكن ويليام اتدخل وقال له خليه معانا يمكن نحتاجه لأي ظرف. وفجأة شيء غريب بيتحرك بسرعة جدا لدرجة مش عارفين هو إيه، وعمال يصطاد فيهم. ويليام وتوفار مسكوا سلاحهم وبدأوا يتحركوا وهم في حالة قلق كبيرة من اللي بيحصل. وقفوا في ظهر بعض وقعدوا يراقبوا المكان لحد ما كائن غريب قرب منهم، لكن ويليام بسرعة رد فعله قدر انه يقطع ايد الكائن العجيب ده واخدها معاه. تاني يوم بدأوا يتحركوا ويكملوا هرب من قطاع الطرق لحد ما وصلوا عند السور، وكانت الصدمة، حراس السور قدامهم وقطاع الطرق وراهم، لكن ويليام ما فكرش كتير وقرر انه يستسلم لحراس السور املا منه انه يقدر يسرق منهم البلاك باودر. بدأوا القادة يتحركوا علشان يعرفوا مين الاتنين الاغراب اللي دخلوا عليهم فجأة، واجتمعوا مع الجنرال اللي كان مستغرب قوي من اللي شايفه. توفار قال لويليام انا حاسس اننا هيتعامل معانا الغلط ومش هنخرج من هنا على رجلينا، بس القائدة سمعته واتفاجئوا انها بتفهم انجليزي وسألتهم انتوا لقيتوا الايد فين؟ فقال لها احنا اللي قتلنا الوحش ده. راحت القائدة للجنرال وقالت له ان الموضوع ده حصل على بعد يومين فقط من هنا. القادة كلهم ما كانوش مصدقين ان ويليام قدر يقتل واحد من التوتي لوحده، لكن المعلم وانج بحكمته قال لك الدم حديث، يبقى ويليام صادق في كلامه. كل ده بيحصل وبالارد بيراقب في صمت. رفعت لين سيفها وقررت تموت ويليام، لكن الجنرال اتدخل وقال لها استني، فقالت له احنا علشان نحمي سرنا لازم يموتوا، بس الكلام ده ما عجبش المعلم وانج وقال لهم لحد ما نتاكد من الحقيقه هنحبسهم عندنا. وهم في الطريق للسجن كان ويليام بيسال مين هم التوتي، فالمعلم وانج قال له بكره هتعرف. حارس السجن ما كانش معاه المفتاح، فالمعلم وانج امر انهم يطلعوا معاهم فوق عند السور، لان التوتي كانوا بيجهزوا للهجوم عليهم. منظر الجيش الصيني كان مرعب ومنظم بشكل كبير لدرجه ان توفار كان مستغرب من الألوان المختلفة عندهم. ظهر جيش التوتي اللي كانوا قربوا جدا من السور، وابتدت الحرب بالكرات المولعة والأسهم الكتير قوي. بس على مين يا باشا؟ التوتي فضلوا يتقدموا لحد ما القوات الزرقاء قالت ما بدهاش، وبدأوا ينطوا يصطادوا ويرجعوا. طب التوتي يسكتوا؟ ابدا. جات الراس الكبيره بتاعتهم اللي بيسموها الملكه، ودي بقى يا سيدي تبقى اس البلاوي كلها، واللي كل الجيش بتاعهم بياخد اوامره منها. لما تشوفها بتحرك راسها كده اعرف انها بتديهم تعليمات جديده، والتعليمات كانت امر مباشر باقتحام السور. قدر واحد منهم يعدي السور وينزل جنب ويليام وتوفار، فتدخل بالارد وفكهم بسرعه، وقام ويليام وتوفار بقى يوروهم المهارات الاجنبيه، وبداوا يصطادوا فيهم واحد ورا التاني، شويه ينقذ الطفل وشويه يخبطوا سهم في نص عينيه وشويه يتزحلق تحته ويديله، لحد ما قتلوا منهم شويه حلوين. فاضطرت الملكه بتاعتهم تامرهم بالانسحاب بعد ما خسرت عدد كبير من جيشها، وده كان اليوم الاول للهجوم. اتقدم الجنرال وكان مبسوط بشجاعه ويليام وتوفار وشكرهم وامر لهم بجناح ملكي ينضفوا فيه وياكلوا، وراح بعدها الولد الصغير يشكر ويليام على انقاذه. وبعدها دخل عليهم بالارد وعرفهم بنفسه وقال لهم انه كان جاي زيهم عشان يسرق البلاك باودر، بس الصينيين مسكوه، ومن ساعتها وهو محبوس عندهم بقاله اكتر من 20 سنه. اللي حصل بعد كده ان ويليام وتوفار حلقوا لبسه وتشيكوا ودخلوا مقر الاجتماعات، وبدا قائد الرماه يقرب من ويليام وقال له انا مستغرب من محترف سهام زيك يكون بيستخدم قوس بدائي زي ده. ويليام الدم جري في عروقه وقرر يفرجهم على براعته في التصويب. قال لتوفار على الخطه اللي هيعملوها وسحب 3 اسهم ووقفوا في ظهر بعض، وتوفار رمى طبق بارتفاع معين، ويليام لف وخبط الطبق لحد ما لزقه في الحيطه، وسبحان الله انبهروا، وقعد توفار ياكل ويحكي مع بالارد في موضوع سرقه البلاك باودر.
بعد الأكل راح ويليام عند القائدة لين وكان بيكلمها عن دورها في الجيش، فاستقبلته وبدأت تشرح له الموضوع وكلمته عن الثقة في زمايلها قبل ثقتها في نفسها، وده الكلام اللي معجبش ويليام. البلاك باودر كان هيجنن توفار وويليام، وبالأخص توفار اللي طول الوقت كان بيتكلم مع بالارد ازاي هيسرقوه. أما المعلم وانج فكان بيفسر دور المغناطيسي اللي كان مع ويليام وقت ما قتل فرد التوتي. الجنرال شاو أخذ القائدة لين في جولة تأمين على السور، بس اتفاجئوا بوجود واحد من التوتي فبدأوا يقربوا منه بهدوء على أمل إنهم يقتلوه. ما كانوش يعرفوا إن هيجي واحد من ظهرهم ويغفل الجنرال ويموت الجنرال اللي ادى للقائدة لين الشارة بتاعته وطلب منها تكون هي الجنرال من بعده، وعملوا له جنازة مهيبة شارك فيها كل أفراد الجيش الصيني على امتداد السور بالكامل. بعدها راح لهم مندوب من الإمبراطور الصيني وحاول يساعدهم في الربط بين وجود المغناطيس وقتل التوتي، وده الكلام اللي كانت القائدة لين عايزة تثبته. فاقترح عليها ويليام إنهم يصطادوا التوتي حي ويجربوا عليه. توفار كان هيتجنن لأنه كان كل غرضه ياخد البلاك باودر ويخلع. المهم إن في اليوم اللي بعده بدأوا يجهزوا المنوم اللي هيدوه للتوتي وبدأوا يدينوه على الأسهم، ودي كانت اللحظة الأمثل لبالارد إنه يقنع توفار بالتنفيذ وهم مشغولين في اصطياد التوتي. وبسبب الشبورة وصعوبة الرؤية فاعتمد الصينيين على الصوت، لكن التوتي فاجئوهم وبدأوا يهجموا عليهم بدون أي مقدمات، وقعدوا يطلعوا تاني على السور ويقربوا اكتر واكتر. بس القائدة لين مسكتتش وقررت تشغل اقوى اسلحتها، حاجة كده عاملة زي المقص بس على كبير، وانطلقت السهام اللي مربوطة في سلاسل وعليها المنوم وبدأوا يصطادوا اكتر من واحد. بس التوتي كانوا بيساعدوا بعض ويقطعوا السلاسل لحد ما تبقى اخر واحد منهم، فقرر ويليام انه يتدخل وقال لهم سيبوا السلسلة علشان ما تتقطعش، وعزلوا اللي اصطادوه عن باقي اصحابه. ونط ويليام من فوق السور ونزل يسحب الوحش بنفسه، ربط جسمه ورجله بالسلاسل، وبمجرد ما كان هيتحرك اتفاجئ بفرد من التوتي في ظهره. بس توفار قال لك ويليام وسحبه بعيد وابتدوا يدلعوهم احلى ضرب، سهام تلاقي، سيوف تلاقي. وبعدها على طول بدأ ويليام يضرب في الهواء علشان القائدة تنظم الانسحاب، وبدأت تحذف قنابل من البلاك باودر وتفجر في التوتي اللي في المكان كلهم، وقدرت انها تنقذ ويليام وتوفار بنجاح. صحي ويليام لقى القائدة بتضحك وبتشكره على اللي عمله، حطوا التوتي في قفص وأمنوه كويس، وبدأ المعلم وانج تجربته بالمغناطيس اللي فعلا نجحت. مساعد الامبراطور لما شاف الكلام ده قال احنا لازم ناخد التوتي والمغناطيس ونوري كل ده للامبراطور، واشتغل الانذار لما عرفوا ان التوتي بيهاجموا مرة ثالثة، ودي كانت اللحظة اللي توفار وبالارد قرروا يسرقوا فيها البلاك باودر ويتحركوا من غير ويليام. لموا حاجتهم، وقبل ما يتحركوا كان ويليام راح لهم يقنعهم ان اللي بيعملوه ملوش لازمة لان التوتي هتقتلهم كلهم. ولما وصلت القائدة لين اكتشفت ان التوتي كانوا طول الفترة اللي فاتت بيحفروا نفق في زاوية من زوايا السور، وانهم فاضل لهم يومين ويكونوا وصلوا العاصمة. قبضوا على ويليام وحطوه قدام لين اللي كانت مصدومة فيه، بس الواد الصغير دافع عنه وقال لها انه ملوش ذنب. الكلام ده القادة بتوعها لدرجة ان واحد فيهم قال له لو بتكذب انا هقطع راسك. نرجع بقى لتوفار وبالارد اللي حب يصيع على صاحبه وقال له اطلع على الجبل شوف لنا مكان نخرج منه، وبمجرد ما نزل توفار من على الحصان اخذ بالارد الحصانه كلها وطلع يجري. بدات لين تجهز المناطيد اللي هيتحركوا بيها على العاصمه، والسجان فتح الباب لويليام عشان يخرج. خرج ويليام وراح للمعلم وانج وقال له القائده فين، فرد عليه وقال له انها راحت تنقذ العاصمه وانها افرجت عنك. اما هنا كان بالارد وقع في شر اعماله لما طلع عليه قطاع الطرق وخطفوه، وقعدوا يلعبوا بالبلاك باودر لحد ما انفجر فيهم كلهم. جالك بقى المساعد بتاع الامبراطور وهو بيجرب المغناطيس على التوتي، بس للاسف بعد عنه مسافه اكتر من اللازم ففاق التوتي واستدعى الملكه بتاعته. وصلت القائده لين العاصمه وبدات تشتبك مع شويه توتي على السريع كده لحد ما وقعت وسطهم واتزنقت، بس طبعا ويليام كان وصل فعملت حركه بهلوانيه وصلتها لايد ويليام، وظهرت الملكه واولادها بياكلوها لحوم، وده الوقت اللي هي مش بتهاجم فيه. المعلم وانج قال لهم القضاء على الملكه هو الحل الوحيد، فبداوا يجهزوا لها طعم حاطين فيه البلاك باودر، واول ما فكروا يتحركوا هاجمهم واحد من التوتي واصاب الولد الصغير اللي ضحى بنفسه عشانهم. فاق التوتي اللي عاملينه طعم وقعد ياخد اللحوم كلها عشان يوديها للملكه، ولما وصل الحرس بتوع الملكه كشفوا عليه ودخلوه وسط اخواته. في اللحظه دي كان ويليام جاهز سهم عليه شراره واطلقه فعلا، بس للاسف ما وصلش. فطلعت الملكه قرارات جديده بمهاجمه الابراج العاليه اللي بيتضرب عليها منها، فما كانش قدام المعلم وانج غير انه يديهم المغناطيس ويضحي بنفسه. جهز ويليام السهم الثاني وبعد نشان كبير اطلقه، ولكن برضه ما وصلش. بس المره دي الملكه شافته واصدرت اوامرها للجيش كله وكانها بتقول لهم هاتوا لي الكلب ده، ما تبقاش غير قنبله واحده. فلين قررت انها هترميها بنفسها، ويليام ساعدها وتعلقوا مع بعض وطاروا في الجو، وحدف ويليام المغناطيس ووراه لين نزلت بالقنبله اللي اخترقت دفاعات الملكه وفجرتها. وبعد موت الملكه انهار الجيش بالكامل وماتوا بشكل فوري. وهنا يكون خلص الفيلم. لو عجبك المحتوى فما تنساش اللايك والاشتراك. عاش جمهور الملخصات.